ديال الجماهير الوجديه بالخصوص، وكذلك المقدمه ديالك صديقي ايوب. نبداو بالتحضيرات ديال سندباد الشرق، الفريق اللي مازال كيواصل التحضيرات ديالو، المعسكر ديالو بمدينه الجديده، المدينه كما نقولوا العزيزه على الفريق المولوديه الوجديه. كان دائما هذا المكان اللي كيمشي له فريق المولوديه الوجديه مع الاطار الجزائري السي بن شيخه، مازال سيف سلام ودو على انه كيمشي مع الفريق هذا المستوى، واختار المكان المناسب لانه كنعرفوا بنيه تحتيه في المستوى العالي، وكذلك بعيد على الضغط ديال الجمهور، ويحاول انه يحضر الموسم هذا الجديد باهداف جديده مع طاقم جديد، وكل فعاليات فريق المولوديه الوجديه كطمح هذا الموسم باش انه يكون سيدي باد الشرق مفاجاه، وخاصه كان تصريح من قبل ديال رئيس مولوديه الوجديه باش ان الفريق يرجع للفريق الالقاب. دابا نمشيو للتحضيرات، فالتحضيرات كتواصل بالجديده بالمعدل ديال حصتين في اليوم، واليوم غادي يكونوا كاين جوج ديال الحصص التدريبيه، فيما غادي يتغير البروغرام بدايه من يوم الغد، ممكن يكون حصه تدريبيه فقط واحده بالنسبه للاطار الوطني سي عبسام ودو، اخر حصه تدريبيه فيها عرفت حضور كان عناصر ديال فريق المولوديه الوجديه، ما عدا بعض الاسماء اللي غادي نذكرهم وكذلك السبب ديال الغياب. الحديث هنا عن قاسمي وكذلك خفيف اللي كنعرفوهم بانهم كيتواجدوا مازال في النيجر، والحاله مستقره لهاد جوج ديال اللعابه اللي نتمنوا لهم ان شاء الله الشفاء العاجل ويرجعوا الفريق المولوديه الوجديه في اقرب وقت، وكذلك يتواجد معهم طبيب المنتخب الوطني المغربي، ونقدروا نقولوا تحت الرعايه الكامله ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، ولكن الاهم هو ان الحاله مستقره، وكذلك عندهم تدريب فرضيه كما تابعنا في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصه الحسابات الخاصه ديال اللاعبين اللي كترينيو في حصص تدريبيه بشكل انفرادي. بالنسبه للاعب اخر اللي ما كاينش هو اللاعب خفيفي عبد الله عبد الاله خفيفي، فكيتواجد مع المنتخب الوطني المحلي اللي نتمنوا له كذلك التوفيق مع المنتخب، كل من اللاعب قاسمي وكذلك اللاعب خافي بالاضافه للاعب خفيفي. فيما عرفت العوده ديال اللاعب حركاس اللي تواجد في الحصه التدريبيه ديال البارح، وكذلك يتواجد حاليا في الحصه التدريبيه، فهو كان مع المنتخب الوطني المحلي في اخر المطاف، شفنا اللائحه النهائيه ديال عموته اللي تم التعويض ديالو يعني بلاعب اشرف داري، حركاس ما كيتواجد حاليا مع المنتخب، كيتواجد مع فريق المولوديه الوجديه، بالاضافه للاعب اخر اللي ما كاينش في الطربوس ديال الفريق الجديده اللي هو ديمبا كامارا، كيتواجد مع المنتخب الغيني، واللي تابعنا المباراه ديال هذا المنتخب مع تشاد وكان صاحب التمريره من اليمين، تحطت عند لاعب اخر اللي اسم ديالو مهدي كامارا اللي ضربها في الشبكه، وبالتالي نقدر نقولوا انه ساهم باسيست مع المنتخب ديالو، وكيبان بانه لاعب مازال في جاهزيه تامه، وهذا الشيء اللي مطلوب في الانديه المغربيه باش انه اللاعبين اللي كيلعبوا بشكل رسمي مع المنتخبات ديالهم. هذو هما الاسماء اللي غايبه على الطربوس ديال الفريق الجديده، فيما البقيه فكاملين حاضرين. كانت مباراه وديه اولى بالنسبه لفريق المولوديه الوجديه امام الراسينغ اللي انتهت 3-0 بالنسبه لفريق الراك، كانت هزيمه اولى بالنسبه لعبد السلام وادو لان كانت مباراه تجريبيه اكثر، فهو حاول انه يتعرف على مجموعه من اللاعبين، وكذلك غير نقدروا نقولوا اكثر من 60% من الجلد ديال فريق المولوديه الوجديه في المباريات اللي كنعرفوها، يعني فهمت منك الفريق لا غير كيبان ان الموسم الجاي غادي يكون اختلاف كبير على الام سي اوف ديال العام اللي فات، غيكون فريق بنيو لوك، كاينين بعض لي بيري ولكن كاين اختلافات كثيره. فعلا ايوب كاين اختلافات كثيره بالنسبه لفريق المولوديه الوجديه، نقدر انه حتى الاسماء اللي شاركت في المباراه الاخيره بالنسبه لفريق المولوديه الوجديه، لان بزاف الجماهير باغي تعرف يعني شكون اللي لعب في المباراه الاخيره، نعطيهم التشكيله اللي دخلوا بهم، فكان مفتاح كان الهاني كان براهني كان يعقوب صلا وكان بريجا كادار السمومي كرماوي دياكيتي وزكريا بحرو العموري. زكريا بحرو هنا غير واحد الاشاره ايوب، لاعب مازال ما تمش الاعلان ليه الانتقال ديالو لفريق المولوديه الوجديه بشكل رسمي، يعني لاعب قيد التجريب، رغم انه من قبل فكان صرح رئيس النادي سي محمد دوار بانهم وصلوا اتفاق نهائي، وكذلك زكريا بحرو داز معنا في راديو مارس لياكد بانه رسميا مشى لفريق المولوديه الوجديه، قال بانني نتمنى نعطي الاضافه لفريق المولوديه الوجديه، لكن بالنسبه للرسميات فزكريا بحرو مازال ماشي رسمي مع فريق المولوديه الوجديه، لان الرسمي بالنسبه لنا هما خمسه الاسماء فقط بالنسبه لفريق المولوديه الوجديه. وهنا غادي نرجع للسؤال ديالك ايوب بالنسبه للتغيير ديال الجيل ديال فريق المولوديه الوجديه،
الى حطينا دابا تشكيله اللي نقدروا نقولوا محتمله بالنسبه لفريق المولوديه الوجديه حاليا بالاسماء اللي كاينه والاسماء اللي تحقت فما غاش يكون شي تغيير رغم انه كاين اسماء كثيره. نقدر نقول لك بان اقرب لحراسه المرمى فهو مفتاح. علاش؟ لان مفتاح هو لاعب اللي دابا كتعتبر خبره ولاعب اللي مجرب وما كاينش كما نقولوا دوبلور في المستوى العالي بالنسبه لمفتاح. في اليسر لامين دياكيتي ممكن نشوفوه رغم انه كاين جديد كيتريني يدرب مع المجموعه اللي هو لاعب ديال المنتخب الكاميروني ولكن الفئه الصغرى وعنده 18 سنه. هذا اللاعب هذا اللي كيتواجد حاليا قيد جري مع فريق المولوديه الوجديه لاعب اللي كشارك مع المنتخب الكاميروني في كاس العالم وكذلك لعب اقل من 17 سنه في كاس افريقيا لاعب اللي كيلعب اريير جوش هذا ريكي نغاتسو الحسام ما بارطاجوش في الصفحه الرسميه صحيح هذا هو اللاعب ولكن لحد الان مازال ما رسمي مازال غادي يكتشفوه في المباراه لان دو مباراه وديه هذا الاسبوع هذا نهار السبت امام فريق الدفاع الحسني الجديدي تما غادي يشارك هذا اللاعب هذا ولكن الا جينا نشوفوا التشكيله ديال فريق المولوديه الوجديه حاليا لامي دياكيتي في اليسر فليمن فسمومي كيبقى الاقرب حمزه وكنعرفوه هذا اللاعب مزيان مع فريق الفتح الرباطي وكذلك فاس فيه. فلاكس كاين حركاس مع خافي رغم انه كاين لاعب اخر اللي تم المنادات المنتخب المحلي اللي هو اللاعب قاسمي فالا قاسمي يرجع للاكس لان كان صرح عبد السلام وادو بانه غادي يلعب يعني بربعه ما غاديش يلعب بالطريقه اللي كانت قبل ديال السي بن شيخه. ممكن نشوفوا كذلك حركاس يرجع للجهه اليمنى ولكن كنعرفوا بانه انتداب يعني انتداب غادي يكون في التشكيله الرسمي خاصه السمومي يعني السمومي حركاس خفيفي مع لامي دياكيتي وسط الميدان. فكاين كريم الهاني صاحب خبره اللي خدا الشاره ديال العماده في المباراه الاخيره الوديه مع اللاعب اللي عوض نيسون هو يعقوب اسيلا بالاضافه لذلك اللي كيصنع اللعب يعني في الموسم الماضي كان ادم نفاتي ولكن واش غادي يتغير يرجع للمكان الطبيعي ديالو ادم نفاتي او انه غادي يبقى في وسط الميدان ويزيد شويه الامام في اليمن. فكاين هذا ديمبا كامارا لاعب اللي جاهز لانه كيشارك مع المنتخب ديالو. في اليسر فكاين لاعب بوج مع ادم هذا انتداب ديال فريق المولوديه الوجديه كيبان متحرك كيبان لي هو الاقرب. وفي الامام بيناتهم غادي يكون لاعب خافي هذا لاعب اللي رسمي بالنسبه لفريق المولوديه الوجديه وكذلك لاعب دولي بالنسبه للمنتخب المحلي. كيبان لي هذا هو التشكيل المحتمل ديال فريق المولوديه الوجديه رغم انه كاين انتدابات هذه فقط قراءه تقنيه للتشكيله ديال فريق المولوديه الوجديه. اما الانتدابات الرسميه فكاين يعقوب اصيلا لموسمين كاين كومارا ديمبا غير الراي الخاص ديالي كيبقى يبان لي كومارا ديمبا رغم انه كاين كما نقولوا حادث كثير يعني يعقوب اصيلا لاعب لي كبير فعلا لعب لستون فيلا ولكن لاعب اللي اكثر جاهزيه فكيبان لاعب كومارا ديمبا هو اكثر جاهزيه. علاش؟ لان لاعب كيلعب مع المنتخب ديالو وشارك يعني هذا الاسبوع هذا. بالاضافه لذلك حمزه السمومي ثلاثه المواسم مع فريق المولوديه الوجديه. لاعب اخر اللي ما عرفناش واش يكون في التشكيل الرسمي او في الاحتياطي اللي هو نبيل عنكور وسط ميدان 27 سنه ثلاثه المواسم مع فريق المولوديه الوجديه لاعب اللي جا من الدوري البولندي. وبالاضافه لذلك لاعب خامس اللي هو ادم بوجمعه هذا لاعب اللي عنده 22 سنه ثلاثه المواسم غادي يكون مع فريق المولوديه الوجديه وكيلعب مهاجم. هذا هو تقريبا. كاين لاعب اخر اللي هو سميتو ياسين هذا قيد تجريب كذلك 21 سنه جاي من فرنسا في انتظار نشوفوا الاعلان الرسمي واش هاد جوج لعابه لا اللاعب ريكي الكاميروني ولا ياسين واش غادي يبقاو مع فريق المولوديه الوجديه ونشوفوهم الموسم المقبل وغادي كما نقولوا يوقعوا عقد بشكل رسمي او انهم غادي يفشلوا في هذا الفتره التجريبيه مع فريق المولوديه الوجديه. ولكن الرسمي بالنسبه لنا فاللي كاين حاليا هاد الخمسه الاسماء. كان سؤال كذلك ايوب رجع السؤال ديالك اللي كنت تحدث في المقدمه ديال اللاعبين اللي عندهم عروض واللاعبين اللي جدوا. فبالنسبه للاعبين اللي تم التجديد ديالهم بشكل رسمي فكاين الكابيتان خفيفي بالاضافه لذلك كاين مفتاح هادو جوج اسماء فقط اللي تم التجديد لهم. اما البقيه الاغلبيه فهم غادروا. لما كنتكلموا على ايميكان نتكلموا على نوح السعداوي نتكلموا على النغمي نتكلموا على نيلسون نتكلموا على بادو كذلك جمعوي اما البقيه فهم كاينين. كاين قيد تجريب كذلك اللاعب العماري مازال ما مقتنعش به 100% واش غادي يكون واش ما غاديش يكون لان ما كاينش تجديد بالنسبه لهذا اللاعب.
وكذلك ما كاينش شي حاجه رسميه كتعلن بان اللاعب غادر فريق المولوديه الوجديه. يعني ممكن نشوفوا تجديد بالنسبه للعماري اللي كيلعب رياض روا، وكذلك اللاعب راهني. بالاضافه لذلك جوج اللعابه اللي كان كثر عليهم القيل والقال يعني في التجديد ديال العقود، حركاس واللاعب ادم نفاتي. حد الان لا حركاس لا ادم نفاتي جدد مع فريق المولوديه الوجديه، لاعبين اللي رسميين مع فريق المولوديه الوجديه في المستوى العالي من الركائز الاساسيه ديال فريق المولوديه الوجديه الجاسمه، ولكن مازال ما تجددش بالنسبه لهاد جوج ديال اللاعبين. نقطه اخرى كنت رحتها كتعلق باللاعب ادم نفاتي. ادم نفاتي اللي كثر القيل والقال يعني انتقال ديالو فريق الرجاء، ولكن حنا نتكلموا بالرسميات، مسؤولين ديال فريق المولوديه الوجديه خاصه الناطق الرسمي اللي مشكور صراحه ايوب، لان تواصل التقريب معاه اليوم اكثر من 4 ديال المرات اللي كتواصل صراحه معنا. فالناطق الرسمي اكد بانه لا رسمي بالنسبه لادم نفاتي، يعني لاعب باقي مع فريق المولوديه الوجديه، وقال بالحرف بان ما غاش نتكلموا يعني كما نقولوا شفوي. فبالنسبه لنا الرسميات يعني اللي تحطت في طاوله فريق المولوديه الوجديه ما كاينش شي حاجه رسميه، في انتظار نقدروا نقولوا الساعات المقبله او اليوم المقبله ايوب نعرفوا الجديد ديال كل اللاعبين ديال فريق المولوديه الوجديه.